كيفية جمع النقاط في برنامج أهل إنشاء؟ طبعا هلأ كل واحد أي مستخدم جديد لما بيدخل أول سؤال عنده إنه أنا كيف بدي أجمع النقاط أو الكوينزات في هذا البرنامج. هلأ في شغلات أساسية راح ندلك عليها أنت كمستخدم جديد. ندخل على البرنامج نفتحه وخلينا نروح بداية على أنا، بتروح على أنا وبتروح على المهمات. في عندك هون أول مهمة هي أخذ المايك لمدة 10 دقائق، مكافأة 3 ذهب. طبعا أنا مكتوب عندي هون تم الاستلام، قمت باستلام هاي المكافأة مش من قبل. هاي كل يوم بتعملها لأنه أنت كل يوم بدك تبرك على المايك، بس قعدت على المايك 10 دقائق فبيعطيك انه تم، بيكتب لك استلام، تضغط عليه وبتم الاستلام، تنضاف 3 قطع ذهبية 3 كوينزات الى رصيدك من الذهب. عندك الطريقة الثانية بالنسبة للمهمات هي ارسال هدايا 3 مرات كل يوم، يعني انت لما باليوم الواحد ترسل 3 هدايا او اكثر بيكتب كاتب لك هون مكافأة 5 ذهب، يعني بينضاف لرصيدك 5 قطع ذهبية. طبعا انا مكتوب عندي تم الاستلام لانه كمان استلمت. عندك شيء ثالث، انضمام الى لعبه الروليت، كمان انا بالنسبه لي تم الاستلام، يعني انت بس دخلت لعبه الروليت ولو لعبت مره واحده انا كسبت ولا خسرت بيعطيك مكافاه 10 قطع ذهبيه تنضاف الى رصيدك ايضا. هلا انا عندي زياده شغله هون، طبعا هي ما متوفره عند الاغلبيه، يعني هي دعوه مستخدم واحد بنجاح مكافأة زائد حلويات 1. أنا لسه هي ما مستلمة. هلأ أنا إذا بضغط على استلام، استلام مكافأة المهمة بنجاح، استلمتها كمان. طبعا في شغلات هي بتجي بعدين ما بدي أحكي لك عنها، هي لشغلات أكبر، يعني عرفت كيف. هي بالنسبة لموضوع المهمات. في طرق تانية لكسب النقاط، مثلا خلينا ندخل على الروم الخاص فينا.